صاحبي نعتبرك مظلوم برشا اعلاميا. فما بروبليم فلوس صحيح، فما قله امكانيات صحيح، لكن فما حاجه اخرى اهم بالنسبه لي انا كشخص، هي راحه البال، اللي انا نخدم مرتاح، ما يدخل فيا حتى واحد، ما تجينيش تليفونات لهادي زعيم اوكي عربي سنقري لا ما يحضرش. وخنقولها بكل تواضع، نحكم في قناه تونسنا، نحكم اللي نقروا انا يتعمل، اللي نحبوا انا يمشي، لكن ما نمسش مصالح القناه، ما ندخلش في حتى تصفيه حسابات خاصه. نتمنى كونديسيون مخير صحيح، نحلم بكونديسيون مخير، نجم نعطي مخير. ونقول لك بكل تواضع صاحبي بكار والجروب اللي معايا يمكن اعطينا 30% او مازلنا ما اعطينا حتى شيء، مالغري نسبه من الرضا في الشارع الرياضي. كي تخرج الشارع تحس فما ناس تحترمك تقدرك، يقول لك برافو على اللي تعمل فيه. مالغري هل يجي نهار وتهز فليشتك واوراقك وتغادر قناه تونسنا؟ طبعا عندي زوز عروض انا حاليا، فما زوز عروض، لكن ديما باش نقول لك باش نحكي معك بكل صدق خويا. انا من نوع ما نقدمش اليد اللي تمدت لي. اما عشت برشا صعوبات كامل لك هادي. أي. انا 4 ولا 5 مرات برنامجي يتوقف، هايكا مطركاج صاحبي بكار، مطركاج من اخطائك. لا لا علاه تقول من اخطائي؟ هو عاده شي يقول لك اخطاء، فما لا. اخطاء فما لا. دي ديراباج يصيروا، فما ماكن يصيروا، اما يصيروا اتعس في قنوات اخرى ويطفيوا عليهم الضوء. معايا انا لحبتي حلوه، انا بالحق في العسل، ونقولها بصدق، فما ماكينه خدمت خاطر برنامجنا يقلق، مانيش احنا الافضل لهذي كي نقول لك يقلق. صاحبي بكار ركش على روحه في البرامج الرياضيه، الظروف املت عليه كما حكينا قبل انك تكون موجود في كاميرا خفيه، وشكرا لهذه الكاميرا الخفيه شدك الرداء، لانه اكتشفنا سيد اللي قاعد بحذاك سي العربي سنقري. كنت معروف عند الجمهور الرياضي، يزعجك نقول لك انا ما كنتش نعرفك جمله؟ لا ما يزعجيش، كان نتقابلوا حتى في الشارع ما وليت نعرفك كان بالكاميرا الخفيه. هذا هو صحيح، وليت نجم والله لا في بالي. كيفاش هاك من اذاعه لاذاعه ومن تلفزه لتلفزه وليت؟ مو استدعيتوني جيتكم، شو يقول لك لا تو انا تو كان جيت نجم نقول وندل، اما انا اللي استدعيني يقولوا مرحبا. مو نقول ما نحبش نحرق روحي. تي انا تولدت محروق يا ربي. ربي نبع علي. احنا ما عندنا شيء، كنا ربي نبع علينا. شناب؟ ناب ولينا نجم ولا شر نجم ولا باهي. انا نعرف الخدمه نتاعنا، فما المقدم، فما المخرج، فما الكرونيكور، انت اللي تعمل فيه شنو؟ نوع من فن تسهويك. سهويك انت؟ مثلا السهوك الاعلاميه هذه حاجه جديده. هذا فن جديد نجمش تخاطبني فيه، اللي باش تقوله لي نقول لك لا غلط انا هو صحيح. تسهويك هذا اللي انت جيت به، مولاك شيء تعملهم مع الضيوف. صاحبي يستدعى ضيوف معينين في البرنامج على اساس انه برنامج جدي هادف، تبداو له بورتري تشكروه تمجدوه الضيف، ومن بعد تدخل عليه سيادتك. مجدوه راهو تمجيد راهو، ونوصلوا لين يبكي، وقتها يبكي نتعاملوا على ربي. هو يبكي نعرفه واحذر ونتعاملوا على ربي. اما ضيوف بكيت بكيت ندبت، مش شكون هبطنا بالكرسي ما نجمش يقف على ساقيه، فما شكون طلبنا له جايته تطلع له السكر، فما شكون نحى البلوزون باش يبدا يبمب ويضرب. يوسع بالك هذا في جرة الكاميرا الخفية. جرة الكاميرا الخفية، خلي اللي ضرب بالماء هذاك مش عندنا فيه. باهي الناس اللي ما شافوش الكاميرا الخفية نقولوا لهم راكم ضيعتوا حاجة كبيرة، وخلي نعطيهم هكا بيستوف مقترح صغير من الكاميرا الخفية. معقول معقول مع العربي سنقري وصاحبي بكار في تي ار. ما تحكي مع بن محمود راك. أنا ولا ما نعرف، نعرف كان عايد عرب. خليك وروح، ريت وقتها مختارتي لي خليك وروح، وقتها أنت في سباق الإبل عديتي جعامين وأنت قاعدين في الخلاء في الصحراء وميكروات وتعديوه في السباق الابل هذاك وخلصت عليه برشا فلوس. اسمعني يا سي مختار، الملف موجود. الملف موجود قبل ما نطلع من العسه، مدوهولي الرجال الملف نتاعو موجود، وهي مات واصبحت معدوده قبل ان ينتقل باش تكلم بالعربيه، قبل ان ينتقل الى السجن المدني بالمرنقيه، وهذيك بلاصته
الا في المرنقيه خاطر علاش كان ما جاش نار كل الفساد والفساد الناس كل فساد كان هو اللي لاباس عليه والله هو انا قلت لك انا مستعرف انا خبير عندي خبره في الفساد شم انت تشم نشم تعجبني شم شم شميت طريتو قاعدين في الطاوله شميت فساد اه هو الفساد من قبل واحد دبوزه من يديك تضربنيش باش نردك بها ها هاي عيب ريتا عيب هذا ست شهور تضرب العطايه هذا ست شهور حبس راه هذا ما ينجمش يكون نجم اكبر كذبه عملتوها ملعب النجوم يعني تجيب الشتالي تجيب غميض تجيب طارق دياب جايب لي برشاده يعز على المرقاس في الصعاب طيحت الكهرباء تحت نخله وركشت وفي الرجوع هما وصلوا للخط الخط النهائي وانت اي 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 تجري في الصحراء غزاله انا اقول لك صاحبي مستويات في وقت من الاوقات سامحني انت بحق كونيكور معاهم انا عربي سنقري وما ادراك انا راني عندي عندي قارئ دكتوراه في العلوم الرياضيه يعني المراه التونسيه هو تلام راجلها ودارها وطيب لا 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 حتى بلدي ولا قطوسي الشمكه وطيب الراجلها لا 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 انت مش دوزيام غير مونديال عايش تجري تجري في الصحراء دوزيام غير مونديال الراجل هذايا وانت لا عندك احترام لا عندك كوميونيكاسيون ولا عندك معرفه بالموضوع ولهذا عندك حلين تغادر ولا تسكت وماذا بيا تغادر خاطر وجهك بدا يقلق فيا ساعه مزيان انا لا 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 ما شفت حتى زي ماني شباب لا 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 عامل فندق شاب شباب لمرتك ما تهمنيش اللي طيب لك شمانكا هاكا علاش كيفاش ياخذوك انت راجل كيف هناك نجموا ياخذوك يطيبوا لك شمانكا مانيش مارس ناوي في جواز جاي نعرس والله مسكينه مرت شنو هي الامور علاش تحط روحك في المحطات هذيا الفن قال لك ونعرف سي صاحبي تو يصدم عليه واحد يشكروه ويلزمنا نرزوه يوصل لي انا صاحبي كنتوا تتوقعوا بصراحه حجم ما يحكى على الكاميرا الخفيه هذه كنت اتوقع النجاح اما مش بالنسبه هذه مش بالدرجه هذه صراحه خاطر خدمناها في وقت مزروب هذه جمعه قبل رمضان الكونسيبت عدنان بن مراد خلينا نعملوا كاميرا كاشي ما صدق قلت حبيت نبرول قلت له باه يعمل ربي الدليل مانيش مقتنع مانيش روحي في الكاميرا كاشي انا عن رزين شويه مانيش كيف عربي خفيف عربي عنده النكته انا رزين شويه ما تمشيش معايا بعد خممت قلت بوركوا با نوظفوها انطلاق انا مقدم برنامجي الرياضي تخلوها في الكونسيبت هذاك ونجيبوا بعض الاسماء المعروفه ومن غاديك بدات الطبخه والحمد لله نجحت باهي ما تكلفت لكم حتى شيء ولات نكته بزوز دبز ماء وطاوله وشويه ضوء عملتوا كاميرا خفيه تكلفة قديش نتاع الكاميرا الخفية هذي؟ براتيك مو ما فما حد شيء، بالحق نحكي معاك. مليار و4000 مليار و4000 لا بالحق هذي براتيك مو ما فما حد شيء، ما شنو؟ برافو للناس الجنود الخفية اللي تعبناهم. راهو نصوروا كيما قال لك عربي راهو انفيتي نقعدوا معاه بالساعة، ساعة ونص فما شكون ساعتين غير بعض، ونعملوا أربعة خمسة مع بعضهم، احنا تعبنا نكمل راديو ونتعدى ديريكت، نهار الاثنين عندنا ميسيون في الليل وفي النهار نصور كاميرا كاشي. برشا تعب الحمد لله فما نتيجة والحمد لله نحب نعرف حاجة هل سرعة البديهة وخفة الروح هذه اللي عندك منين جبتها؟ من تولدتك من مكيك أنا حتى نبدأ قاعد يعني هذيك راني لا نستعملها لا شيء أنا تو نخرج ومن نحكي معك كيك يعني أنا كيك نعيش أنا معناتها كيك طبيعتي فهمت دائما نحب نضحك نحب نفادلك ساعات نبدأ مسيل ونضحك موسيل وديما موسيل وديما موسيل وديما نضحك وديما مرهون ونضحك اما على ما يبدو انت ثري قالوا لي لاباس عليا رئيس جمعيه ودنيا رئيس جمعيه برشلونه انا ديما رئيس جمعيه جمعيه في القسم الخامس نبداو نستناو فلوس البلديه من العام للعام وين الثري مش ثري قالوا لي لاباس عليا لا انا مش صحيح دعايه وسكرها اي سكر شنو سكر في الطراف في سكر والحاج حوالي الطريق سكر نسكن في سكرة قديم من اول الدنيا جمعيتنا صغيره شادين اكثر مش رئيس جمعي شنو يخلص في الملاعبيه فما اشتار الملاعبيه تخلص بوس منين نجيب منين نجيب لهم انا بس برشا اي ماذا انا ماركي بوت وجعش ولدي صح بوس وبرافو الجمعة الجاية بوت واخر نقول لك دي بجيب لهم فلوس ما فماش ميزانية لقد الكلام اللي تقول فيه للضيوف خيال في خيال وإلا تنطلق من واقع وتضخمه شوية وتزينه شوية
ننطلق من الواقع. فوجود فما الواقع، فما شكون تكبس، فما شكون تكبس، فما الواقع ونبعد عليه شوية، نزيدوا شوية خيال باش هو يحس روحه مثلا اللي زعما يقصد فيا ولا ما يقصدش فيا، نخليه متشكك في روحه، لأنه برشا يدوروا يعكلوا من اللي جبنا، برشا برشا يعملوا في ذريبات. صحني نعم. أحسن حلقة بالنسبة لي رضا بوراوي. أنا والله يمكن هند الشاوش، حلقة مكش راضي عليها أو ضيف ما كنتش راضي عليه، سي صالح ثابتي. أي أي سي صالح خاطر النهار كل معانا في البلاتو، فهمتني، وهو رايد لدرجة كبيرة، حتى قلنا له جبنا له مثلا بعت ريزيرف، بعت ماتش، بعت كان رايد لدرجة كبيرة برشا. ما ضيف خرج برشا على الإطار وتلزيته باش تقصوا برشا كلام في المونتاج، لأنكم أنتم تقولوا أنه الكلام هذا مستحيل يتعدى في التلفزة. هند الشاوش. آه هند؟ ما هند الشاوش مش عادي، بقيت ساعة ساعة بريسك بعد ما كملنا وأنا نقنع فيها، قلت نقدم بيه قضية نشكي بيك ما تعدي لي حد شيء. بقيت بشوية بشوية بشوية، هذا يجي يحب يسلم عليه يزيد تهيج، يجي يعتذر يزيد تهيج أكثر. بشوية 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 ركحناه، وبعد اقتنعت، وبعد أول واحدة هز التليفون هنيتنا بنجاح الكاميرا كشي هي هند الشاوش. تحية لهند الشاوش. فعلا هند الشاوش رقدت. فعلا هند الشاوش رقدت تحت النخلة بالله فعلا، ولا اخترعتها من راسك؟ أنا كي كهربا سيري 79 تجري في الصحراء، سيري 79 الكهربا نتاعها. قلت لما وين باش تجري؟ وين تحبها تجري؟ هي باش تجري في الصحراء. سامحني سامحني، أنا قلت لها مدام مدام، قلت لها لعنا كرهب، لا نصنعوا كرهب، لا نصنعوا قطايع، تجري 100 متر حفرة، تجري 200 متر وشدك بوليس تفك لك البرمي، وين تجري؟ قالت لي أنا لا مش هكاك، أنا نجري في الحلبة. برافو، عندنا حلبة؟ لا، مالا وين تجري؟ قالت لي في الصحراء. غزالة مدام، أنت تجري في الصحراء؟ يا شباب مخول هكا تو، وين تجري في الصحراء؟ ريناك جريت في الصحراء أنا. اتهمتها أنها في الرالي زورت ال المسار نتاعها. هيك قلبي قال لي كاني زورت، والله بالحق، والله نحكي بجد، ذري يمشي يدخلوا الصحراء يصطادوا وياضوا ويروحوا، نقول لكم انا كنا في الراليات، خاطر الكراهب الكل ما عندناش ابطال ميكانيكيه في تونس، ما عندناش الكراهب كل اي ببليسيتي يعبيهم يدخلوا يعملوا الدوره في الصحراء ويخرجوا، ما تصورش انا. صاحبي فما ضيوف فيقوا انه فما شيء غريب يحصل وكانهم فيقوا انه فما كاميرا خفيه ولا لا؟ لا لا، شربوا الحربوشه الناس حتى واحد. الوحيد رضا بوراوي نهار تكلمته نهار حد نتذكر بور كونفيرمي على وقت التصوير، قال لي ما زعما كاميرا كشي، قلت له تراني انا في الكاميرا كشي، قال لي لا، قال لي بفما تكريم يليق بيا، قلت له فما تكريم يليق بيك. قعدنا معاه ساعه ونص، الحمد لله. اوي ساعه ونص ونحن نصور ونشكروا فيه، اللي بكى وقتها بكى غمزني السحر. وخاف بك حاجه، رضا بوراوي بعد ما كمل الحس الكرسي عالي وقصير، جينا نهبطوا فيه ما جابش يقفل ساقيه الفجعه. قلت له انت خاطر اللي كان لانك انت عندك برشا من مشيت للسعوديه، وقت الكوره ما فماش فاش تحلل، وقتها كان سباق للجمل تحلل في الليبل. وقال كي كمل قال والله يتعديوا الحصه لما نشكي بكم. وشرط باش يحضر في المونتاج. ايه. فما ضيوف هربوا. فما اسماء هربوا، بارودي، اسامه ملولي، جزيري، زياد الجزيري، شموا حاجه غريبه تصير. لا فما ثلاثه اسماء، بارودي، تاجوري، اي شكون اخر يا ربي، محمود جزيري. البارودي والتاجوري، اسامه، الثلاثه من سوء حظنا احنا الثلاثه، واحد امه دخلت الكلينيك، واحد بوه دخل الكلينيك، واحد الاخر عنده شكون توفى، وبالحق صحيح معناها اللي قالوه صحيح. كنت نتمنى ذوكم يكونوا معنا في الكاميرا كشيء، يمكن تزيد تاخذ ابعاد اخرى. وكنت تتمنى في ضيف ثقيل يكون موجود بحذاك، ولا راه عمل لك نجوميه كبيره برشا. هو مكرم التجوري راه كان جاي تصير كارثه. لا واحد اخر. شكون؟ سباح. سباح عم كلهيتي. راه فات الدنيا مش فات كاميرا كشيء. سباح عم كلهيتي، اللي قال لك انا من ايطاليا لتونس وانا راقد ونعوم. شبيك انا؟ باش نقول له اكثر من هك؟ شنو باش نتهمه اكثر من هك؟ تقول له تعوم من ومش هكاكه. وكلمنيه نحن، كلمنيه هو خير كي ما جاش، خاطر الجواب نتاعو ديجا كاميرا كشي. قال سامحوني راني ما نجمش نجي
نحذر الدورة ما بين أمريكا وهندوراس ولا حتى الفوق ما نجمش يعوفه. ما نجمش تحذر.